بداية أهنيكم بالعرض الهجري الجديد، أتمنى للجميع التوفيق والنجاح، ومتمنيا لشهدائنا الرحمة والجرحانا الشفاء ويبعث علينا الخروج من المعتقلات وزناني وزنازين النظام. هي رسالة مطولة من الأسيرين بقاش الأنفري والمناظر ياسر العزيبي، وسوف نحاول أن نلخص بعض من معاناتهم التي تعرضوا لها منذ الوهلة الأولى لاعتقالهم، مرورا بسجون عدن، ومرورا بنقلهم بطائرات خاصة إلى صنعاء ومعانوه في سجون صنعاء من اعتقال تعسفي دون توجيه لهم أي تهمة أو إحالة لهذا القضايا المختصة. تعرضوا للاعتقال في نقطة قعولة في منطقة دار ساعد، ومن قبل أفراد من النقطة مع نقطة مستعدة بجوارها وفي المنطقة القريبة من هذه النقطة يقع فندق الاتحاد العربي، شرعت سيارتين صالون باتجاه الفندق وقامت باغتيال كل من الشهيد شوقي عبد الله عثمان الصبيحي وزميله صدام اللحقي. خلال عملية الاغتيال تم أخذهم إلى سجن المنصورة أو سجن البحث الجنائي في عدن، وهنا نحاول أن نذكر ما ورده في رسالة المناطق بالجاش الأغبري وياسر العزيبي. قال في الساعة 7:30 مساء مساء الموافق 15/2012 من يوم الجمعة تلقيت عدة اتصالات من قائد نقطة قعولة التابعة للأمن المركزي وتحديدا من جندي اسمه أحمد الواري يطلب حضوري لحل إشكال حاصل في بين أفراد النقطة ومجموعة من أبناء المواطنين في المنطقة. تواجد مجموعة مواطنين بالصدفة كانوا قادمين من مزارعهم، وهنا تيقنا بأن الهدف كانت تصفية، ولكن ربنا أفشى مؤامراتهم ومنعونا من التحرر وطلبوا تسليم السلاح، وأمرت الولد معاذ ورفيقه بتسليم السلاح لكي لا نعطيهم مبرر خاص. وقد تواجد الكثير من المواطنين وفجأة جاءت سيارتين صالون بيضاء مع العاكس وبدون أرقام قادمة من نقطة قعولة، وحاول بعض الجنود اعتراضها ورد عليهم قائد النقطة بأن الفندق ممنوع اعتراضهم ممنوع اعتراضه. وطبعا قبلها جرى اتصال بقائد النقطة والفندق عموما تحرك السيارتين باتجاه فندق الاتحاد العربي، وكان ابن المناضل بكاش ابنه الأكبر وعد متواجد هناك، وتنبه أخوه الأصغر معاذ واتصل بأخيه بأننا محتجزون في النقطة، وتوجد سيارتين تحركت باتجاههما، وقال له احذر وقد كان قايل لك، وفعلا انسحب من باب الفندق مباشرة. وعلمنا فيما بعد بأن السيارتين وصلت إلى باب الفندق ونزل من أحداهما ثلاثة جنود عليهم لباس الأمن المركزي وأطلقوا النار مباشرة وبدون مقدمات وقتلوا الشهيد شوقي عبد الله عثمان والأخ صدام اللحقي. يروي أيضا رسالة المعتقل بقاش الأغبري والأخ المعتقل ياسر العزيبي تروي فإنه تم في يوم الأحد 8 صباحا كنت الوحيد مستيقظا، وهذا الكلام للمعتقل بقاش الأغبري، والأولاد نائمين، وطلبني أحد الجنود وخرجت من الزنزانة وقال اطلع السيارة، قلت له إلى أين؟ قال إلى عند المحافظ، وطلعت معهم واتجهت السيارة إلى قاعدة معسكر بدر الجوية، وهناك أخذوني إلى هنجر كبير وكانت بداخل سيارة فيتارا لون أسود، ووجدت بداخلها
أخي الشيخ ياسر العزيبي وهو معصوب العينين ويديه مقيدتان في حالة صحية ونفسية سيئة جدا بسبب ما تعرض له من سوء المعاملة من منتسبي الأمن المركزي بسبب خلافات بينه وبين القائد الأمن المركزي السقاف. عموما تم نقلهم بطائرة شحن عسكرية إلى صنعاء، وفي صنعاء تم نقلهم من المطار إلى سجن الأمن المركزي. رفض مدير الأمن مدير السجن المركزي استقبالهم بحجة لا توجد لديهم محكومية، وتم الاتصالات بين عدة جهات إلى أن قرر نقلهم إلى السجن الخاص احتجاز وزارة الداخلية. وفي وزارة الداخلية قعدوا هناك 4 أيام، تم نقلهم بعدها إلى سجن البحث الجنائي في صنعاء، وهم هنا يوجهون بالشكر والتقدير والعرفان لشباب ساحة التغيير في صنعاء الذين تحركوا بمسيرة إلى أمام بوابة البحث الجنائي، والذين طالبوا بالإفراج عنهم أو إدارتهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة ذات العلاقة إن كان لديهم تهم، وتم اعتقالهم في سجن البحث الجنائي دون أي تهمة. وبعد التواصل والتحرك من قبل بعض القانونيين وبعض المختصين وحضور الأخ أحمد السيد حافظ والأخ الدكتور، تحركنا إلى الوزير، وهناك كان الوعد من الوزير بأن يفرغ خلالهم في يومين، أن تكون يا إما الإفراج يا إما حالة القضاء إن كان لديهم قيمات. وفي هذا الجانب يروي قصة ما حدث معه في سجن البحث المركزي في صنعاء أو البحث الجنائي، ويقول جاءه بعض الضباط يوجهون إليه تهمة القتل لأبناء المواطنين الشماليين المتواجدين في عدن ونهب الأراضي الخاصة بأبناء الشماليين المتواجدين في عدن، وكان الرد بالرفض والقطع، وقال بأنني في الحق، وقالوا بأننا في الحق لا فرق بين شمالي وجنوبي وبالحرف الواحد، وقالنا يهودي ومعه حق سوف نقف معه، وكلمة شمالي وجنوبي لا توجد في قوانيننا بل العكس في ذلك. الخلاصة لم يجدوا عند المعتقلين عند البقاش الأكبري ورفيقه أي قضية، بل وجهوه ببرقيات إلى أمن عدن وأرسلوه في طائرة أخرى إلى عدن، وهنا إلى الآن هم في زلازل السجن عدن. وإدارة البحث الجنائي قبل أن ترسم لهم إلى عدن تمت إرسال عدة رسالات إلى البحث الجنائي بعدن وإلى النيابة العامة إن كانت تتوفر إليهم توجد إليهم تهم أو شيء، فكان الرد بالإجماع لا توجد لديهم تهمة محددة، وهم إلى الآن معتقلين في سجن المنصورة بعدن. في نهاية هذه الرسالة يتقدم المعتقلين في الختام بجزيل الشكر والعرفان لكل شباب الساحات في صنعاء فردا فردا على مواقفهم الإنسانية والنضالية المختلفة من خلال تضامنهم معنا مع تمنياتنا لثورة تكون السلمية المسروقة من قبل الوجه الآخر لرأس النظام المخروع للانتصار وتحقيق أهداف ثورة تكون السامية، عضو هيئة رئاسة المجلس الأعلى للحراك السلمي وعميد الأسرى الجنوبيين بكاش الأغوري والشيخ ياسر العزيبي مدير إدارة الإمداد والتمويل لمرور عدن، الجمعة 16/11/2012، وشكرا.